الخوت السلام عليكم، هذا محمد البودي صحفي مهني كيحييكم وكيرحب بكم في بث مباشر جديد. موضوع حلقة اليوم غادي يكون سخون بزاف، غادي يكون على قضية اعتقال سعيد النصير البرلماني المعروف والنافذ ورئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي باعيوي أو بيوي رئيس جهة الشرق وصاحب أضخم شركة للإنشاءات العملاقة في المغرب، أخوه رئيس جامع وواحد المجموعة من الشلاهبية الكبرى، 23 شخص آخر معه. كلهم غادي يدوزوا اليوم هاد الليلة أكفص النهار في حياتهم، وغادي يباتوا لأول مرة في سجن عكاشة، غادي يدوزوا راس العام تم، ويعلم الله شحال من راس عام اخر غادي يدوز عليهم في الحباس. هادو اخواني اخواتي صيفطهم الحاج احمد بن ابراهيم الملقب بالمالي، وهو تاجر مخدرات كبير بزاف، حتى لقبوه الناس اللي عارف باسكوبار الصحراء. في حلقه اليوم كاينه تفاصيل مشوقه جدا، معلومات واسرار في غايه الاثاره والخطر. بغيتكم تشدوا بلايصكم، توجدوا ريوسكم، وتطلقوا ديناتكم معايا مزيان باش تشوفوا كيفاش الناس اللي كنا شايقين بهم وكنقولوا شخصيات محترم قنعوا في الاخير اعضاء في عصابات اجراميه للاتجار في الممنوعات وتبييض الاموال الحرام. بغيت الاخوان والاخوات اللي كيتابعوني يقولوا لي اول، واش الصوت واضح؟ واش الصوره مزيانه؟ يعطيوني اشاره على ان الامور كلها سانسة. وبطبيعه الحال بين مكتبه التعليقات ديالكم انا جاي تفاصيل كاملة بعد واحد الفاصل قصير جدا. خليكم معايا إخواني أخي. قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تي في. ومرة أخرى إخواني أخواتي سلام الله عليكم، شكون كان يقول بأن سعيد النصير البرلماني النافذ والقيادي الكبير ديال حزب لبا ورئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي باعيوي أو بيوي اللي عدفلت من واحد القضية أخرى خطيرة جدا عطاو عليها البراء من بعد ما تحكم بعشر سنين ديال الحبس؟ سيدي عطاوها البراء من بعد 10 سنين على ملف من الملفات الخانزة ديال الفساد، عشاكم وأعزكم الله. شكون كان كيصدق او كيتوقع بان هاد الجوج ديال الاباطره غادي يباتوا اليوم في الحبس؟ اليوم الجمعه اول ليله عندهم، وهاد الليله اللي كنهضر معاكم فيها دابا غادي تكون اول ليله ليهم في سجن عكاشه. شكون كان كيقول بان هاد الجوج غادي يدوزوا اول واكفس راس العام ديالهم في بوغباق ديال مدينه الدار؟ وبلا شك فالقضيه كيف كتعرفوا فيها جنايات، تهم غليظه جدا، يعني الملف محرحر وحامض وسخون عندهم مزيان. يقدر يخرج الدكتور تازي، يخرج توفيق بو 20، يخرج زيان، يخرجوا ناس اخرين مرتكبين جرائم قتل، وهادو غاديين يطولوا في الحبس. هذا مجرد حدس وتخمين وتوقعات، كنتوقع غاديين ياخذوا شي حكم قضائي مشدد وصارم جدا جي. واللي دار علاش غادي يخلص واللي حصل كيود. البارح فقط جات شي 5 ديال الصطافيطات ديال البوليس من مقر الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، جابت العصابه مجموعه واحد مورا واحد كلهم في سلسله واحد، شي 25 واحد بالتمام والكامل، ومنهم ناس ديال البوليس والدار، عمروا ليهم اخر ورقه في المحاضر دي. سيناو على الاقوال، قالوا ليهم اليوم ما غاديينش ترجعوا لديوركم كيف كنا كنديروا معاكم من نهار بدات الابحاث والتحقيقات معاكم في حالة صار. اليوم غادي تبقاو معنا شي شوية، اليوم غادي يكون التقديم أمام الوكيل العام للملك، وهنا سعيد النصير وعبد النبي باعي أخوه وأسماء ديال شخصيات أخرى نافذة كتشدتهم الرعد ومرض المعدة، وبقاو كيقولوا غير مع نفوسهم أش هذا أش غادي يديروا معنا هاد الناس؟ واش اعتقال ولا حالة صراح؟ بلا شك غادي تكون المتابعة في حالة صراح، كانوا كيبردوا على نفسهم. حنا ناس معروفين في البلد، وجوه معروفه، قياديين حزبيين كبار، عندنا مناصب مهمه، وما كنظنوش بان المخزن غادي يمشي معنا او يهبطنا للبنيه. المخزن غادي يدير معنا شويه ديال الجميل او الصو، وغادي يخلينا ان شاء الله في حاله صار، والمحاكمه غادي تبقى تجرجر تجرجر حتى يلقاو لينا شي تخريجه من التخريجات ويخرجونا منها برا، كيف خرج السيباعيوي والخضر حدوش وعمر حجيره قبل شهور من مقر الجنايات ديال العاصمه الرباط فرحانين وناشطين، من بعد ما كانت عندهم احكام بالسجن النافذ المشدد والغرام، ولكن الصد ديال سعيد النصير وباعيوي والناس اللي معاه كانت قويه بزاف من اللي سمعوا الوكيل العام للملك كيوجه ملتمس لقاضي التحقيق باش يطبق عليهم قرار الاعتقال الفوري والايداع في السجن. الناس ما فهموا والو، شداتهم الدوخه، وشحال من واحد ما صدقش ودنيه وداكشي اللي كيسمع وكيقول مع نفسه اش هادشي يا راسي يا شايب النواصي، ياك ما كنحلم، ياك ما الوهم هذا، ياك ما وياك. ولكن هادشي تاكدوا منه هاد الناس ملي دوزوا ساعات الليل كلها ديال البارح، الليله كلها كيتسناو في نوبتهم
امام مكتب قاضي التحقيق اللي كان كيدوزهم واحد واحد قبل ما يقرر يهبطهم كاملين رهن الاعتقال، ويقول البوليس غادي نتهزوهم من هنا الحبس عكاش، والسيد تامك غادي يشوف ليهم الزنزانه في نيباتو اول ليله. جوج ديالنا الناصري وبعيد كانوا من الشخصيات الشهيره والنافذه والبارزه في المشهد السياسي والرياضي والعمومي المغربي، ولكن ما صدقوش تفرشوا طلعوا اعضاء في عصابه اجراميه للاتجار الدولي في المخدرات وتبييض اموال عائدات المخدرات وغيرها وغيرها. الدوسي اللي مفتوح لهم الان عند قضاء عامر بزاف. وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش هاد الفيلم اش فيه، هاد الجوج بيوي او بائيو والناصر واللي معاهم الى جانب المتورطين الاخرين فيهم ناس ايضا كيف قلت قبل قال من المؤسسه الامنيه حتى هما راهم راهنا الاعتقال. هاد الناس حسب المعلومات الرائجه ضربوا شي 300 مليون بالتمام والكمال ديال الفلوس للشريك ديالهم اسكوبار الصحراء امبراطور المخدرات الكامل اللي معروف بالمالك اللي كان مزوج بفنانه مغربيه شهيره بلا ما نذكروا الاسم وشرى ليها فيلا فاخره في العاصمه الرباط بصحتها والله. هاد السيد كان تشد في موريتانيا وصحابنا غير شافوه تشد هذا بيوي والناصيري واللي معاه قالوا صافي خونا مشى فيه ديك المليرات اللي عندنا شادينها عندنا كلها غادي نضربوها ليه غنسرطوها نعرفوا ليه عليها ونقسموها بينات. ولكن هاد الناس ما كانوش عارفين بان هاد السيد عنده نفوذ كبير في موريتانيا وغادي يخرج منها كيف كتخرج الشعره من العجل من بعد ما حكمت المحكمه بعدم الاختصاص وطلقاته يمشي بحال واخا تشد معمر برموكات ديالك. وهنا خونا بدا كيتواصل معاهم وكيسولهم على رزقه وكيقول لهم وقتاش غترجعوا لي فلوسي دوك الملاير اللي عندي. ولكن خوتنا الناصر وبعيوي والاخرين اللي معاه قروا باش يهزوه ويطلق قروا باش يبيعوه قالوا ليه مرحبا غادي تجي وفلوسك كاينه ومضمون فقط خاصك غير تدخل المغرب وخذ رزقك. ومن اللي سولهم ياك ما عندي الروشيرش في المغرب ياك ما انا مطلوب تما عندكم قالوا ليه ما تخافش السي المالي يا السي ابراهيم الحاج ابراهيم غادي تجي للمغرب على حسابنا وتدخل ما كاين والو الدوسي ديالك خاوي وما فيه حتى شي لعب. وفي هذا الوقت كانوا كيخدموا ليه الملف ديالو بالخطه ديالهم ومع المعارف ديالهم اللي مجدودين دابا الاخبار في راسكم. المهم البارون المالي اللي مو مغربيه وباه من دوله مار غير حط رجلاته في المطار ديال كازا وهما يقولوا ليه اجي هياتا عليك كنقلل راك مطلوب العداله المغربي وكاينه مذكره ديال الانتربول صادره في حقك موراها مباشره دوزوه للمحاكمه في الجنايه خدا 10 سنين ديال الحبس. تصوروا معايا واحد ضاربي اللي 300 مليار من رزقه وصيفطوه ب 10 سنين واخا تشدات عنده المخدر كيفاش غيكون الرد ديالو كيفاش غيكون الانتقام. هنا خونا الحاج ابراهيم طلع ليه الدم مزيان وعرف بان الشركاء ديالو في المغرب داروا ليه سيس دوس دوزوه على الصابون او تحت كرش المعلم وصيفطوهم كمش وحلف بحلوفه حتى يرد ليهم الضربه باقوى منها ويصيفطهم كاملين للحبس. دار شي 8 ديال الشكايات هذا الملف للتذكير فقط لبعض الاخوه اللي كيتسائل فجراتو صحيفه جون افريك الفرنسيه وماشي شي واحد اخر ملي وصل اخبار هذا الدوسي الخطير جدا للناس الكبار ديال المغرب في الامن والقضاء. هذه صحيفه فرنسيه معروفه صدر القرار الفوري باش يتم تكليف الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه باش تبدا الابحاث المعمقه ديالها مع هاد الناس ودير خدمتها وتدقق وتعمق في كل تفاصيل واسرار والغاز هذا الملف الخطير والشائك جدا وخذات كل الوقت الكامل والكافي ديالها باش تنبش في كروشهم وتجبد الدغل اللي فيها شهور عديده جدا ما كاينش مشكل حتى وصلات للادله والحجج الضامغه والقويه اللي كتاكد وكتثبت التورط ديال هاد الناس. وكان ما كان اول ليله في حبس عكاشه والعقوبه كيف كان توقع وكان جزم غاديه مشدده بزاف المخزن ما كيلعبش وهادشي ماشي ديال الملاق. اذا كان هذا خبر موجز ومقتضب لتفاصيل هذه القضيه اللي بدات من اكثر من سنه بدا البحث فيها واللي القاصي والداني كيعرف كل التفاصيل والخبايا والالغاز ديالها. ولكن النقطه الاهم في كل هذا الشيء وهي ما يمكن لنا الا نسجلوا وننوه بالاراده الصلبه والقويه ديال الدوله المغربيه اللي كتجسد تحول جذري لسلطات المملكه المغربيه في مكافحه جرائم الفساد المالي والاداري واستغلال الصفات والنفوذ في ارتكاب جرائم تقع كما كتبت في مقالة اليوم تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي ولا يمكن غض الطرف عنها أو تجاوزها من طرف الدولة المغربية تحت أي ظرف من الظروف أو أي اعتبار من الاعتبارات بلا ما نقولوا
السيد راه متحزب او نافذ او برلماني او رئيس نادي رياضي كبير اللي دار علاش كيخلص واللي حصل كيولي. اذا هادشي اللي وقع في القضيه ديال بعيوي رئيس جهه الشرق والاخ ديالو رئيس الجماعه حتى هو رئيس الجماعه حتى هو راه بيت معاهم، وسعيد الناصري رئيس فريق الوداد والبرلماني وصاحب العديد من الالقاب السياسيه والقيادي البارز في حزب البام يعني الاصاله والمعاصره. اخي حسن قرين، انا مسؤول عن جريده كواليس.com الالكترونيه التي تصدر من الرباط وتبث منذ حوالي 12 سنه والتي ترى رابطها في الشاشه كواليس.com اخي الفاضل او كواليس اليوم باللغه العربيه. هذه الجريده اخي الفاضل اسستها في سنه 2012 من بعد ما قدمت استقالتي من جريدة الصباح الورقي اللي اشتغلت فيها، واشتغلت في جرائد أخرى قبلها، الصحيفة، الأحداث المغربية، المنعطف، وبالضبط من بداية الألفية الثالثة من حوالي 2001 أو 2002 بديت الصحافة المكتوبة أخي الفاضل، قبل ما يكون هادشي ديال اليوتيوب وهادشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي. نحن من حملات الأقلام، أما اليوتيوب وهادشي راه دخلنا ليه مؤخرا. شكرا لك أخي الفاضل على سؤالك. وأكثر كيف قلت صاحب الألقاب، العديد من الألقاب السياسية والقيادي البارز في حزب البام، وأكثر من 20 شخص آخر، هو أقوى دليل على وجود إرادة راسخة للدولة المغربية في تطهير البلاد من الفاسدين، وما على باقي الفاسدين الآخرين وأمثاله إلا أن يستعدوا للمساءلة القانونية والقضائية قريبا. وهذا أمر بديهي كما كتبت اليوم، في ظل الإرادة الصادقة والحقيقية لمكافحة الفساد والقضاء على رموزه. والواقع إخواني أخواتي أنها ليست هي القضية ولا القضية الأخيرة، لن تكون الأخيرة، إذ يأتي تفكيك هذه الشبكة الإجرامية وإحالتها على العدالة في ظل ظرفية اتسمت بمتابعة واعتقال العشرات من الشخصيات السياسية، ها مبدع، ها الفايق، ها العيدي، ها العرارم ديال المجرمين والفاسدين اللي تشدوا في الآونة الأخيرة، خصوصا المسؤولين السياسيين، الموظفين العموميين، مدراء المؤسسات العمومية، ضباط أمنيين كبار ومؤسسات سياسية منتخبة ورجال أعمال وغيرهم وغيرهم، وكل من يثبت تورطه في ارتكاب أي أفعال إجرامية خارج القانون. وهذا تكريس واضح للمبدأ المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وهو سواسية جميع المغاربة أمام القانون، والقانون يجب أن يظل فوق رؤوسنا جميعا. هناك نقطة أخرى جديرة بالإهتمام، وهي الموقف الذي أبداه حزب البام، كنشكروه عليها، كنحييه، على الأقل كنحييه رغم المواقف اللي عندنا منه فيما يتعلق بتدبير الشأن العام. حزب البام ما بغاش يجيش الانصار والاتباع والمريدين ديالو باش يدافع على الاعضاء ديالو، هادو بعيوي والناصر، مثل ما كان يحدث سابقا مع احزاب اخرى. حزب البام لم يرفع شعار لن نسلمكم اخانا، مثل ما فعل حزب العداله والتنميه سابقا في قضيه عبد العالي حميد، وهي مساله محموده يجب ان نسجلها ونؤكد على إيجابيته في مساهمة الأحزاب الوطنية في تكريس دولة الحق والقانون في بلادي. أما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واللي راكمات تجارب مهمة جدا في العشرات من القضايا المماثلة، فالتكليف ديالها بهذا الملف الثقيل جدا كيأكد احترام الاختصاص في الجرائم اللي كتسم بالغموض والتعقيد، ونجاح هذا الجهاز الأمني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني في فك طلاسم وأسرار وألغاز هذه القضية هو دليل واضح وقوي آخر على الثورة الكبرى اللي كتعرفها المصالح الأمنية المغربية ودورها الكبير في ضمان النجاع القضائي وإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية، وهو الحلم الذي كان يتطلع إليه جميع المغاربة بمختلف تشكيلاته وحساسياته وانتماءاتهم الاجتماعية، ألا وهو تكريس دولة الحق والقانون. عفوا، ولكن شكون هو بالضبط هذا البارون المالي اللي فرقع هذا الميل؟ دار 8 شكايات من الحبس، ومنها وحدة وصلت بها جريدة جون أفريك الفرنسي، وهي اللي قنبلت هذا الملف وهي اللي فرقعت الرب، وهذا الشيء اللي تسبب في الاعتقال ديال 25 واحد من الشخصيات السياسية والأمنية ورجال الأعمال وغيرهم وغيرهم. موقع جود سبق ليه خصص منشور ضمن تفاصيل مهمة، وهادشي بطبيعة الحال نقلا عن مجلة جون أفريك واللي كانت نشرات تقرير مفصل ومطول على المسمى الحاج أحمد
بن إبراهيم الملقب بالماري هو أكبر أو واحد من أكبر أباطرات المخدرات في إفريقيا، هو ملقبينه بالحج أو يقدر يكون حج كاع، كاينش الموش دابا اللي عنده الحبة كيمشي كيضربها ليه بحجة ويجي باش ياخذ لقب، ما عليناش هذا ماشي هو موش. الصحيفة الأسبوعية الفرنسية كتقول أو توقفات عند أهم محطات حياة ماري، وهادشي خطير جدا. لماري اللي تزاد في الصحراء من أم وجدية، يعني أم مغربية وأب مالي الأصل والجنسي، ومن هنا أخذ اللقب ديال المالي. الصحيفة الفرنسية كتقول بأن المالي كان رجل عادي مربي ديال الجمال حتى تغير المسار ديال الحياة ديالو بين عشية وضحاها، من إطلاقة بواحد المواطن فرنسي كان تايه في الصحراء هو وصاحبه في وسط الصحراء تالفي واعتقهم، وتم عطاه داك الفرنسي طوموبيل ديالو وقال ليه بيعها وشري بها اللي بغيتي، ولكن المالي ما فهمش اش قال ليه الفرنسي، ما كانش كيفهم اش قصد، مشى باعها وجاب ليه فلوسها صيفطها ليه. وهادشي اللي خلى هذا المواطن الفرنسي يفهم من تصرف المالي بانه شخص نزيه وديال الثقه، ومن ثم غيدخلوا معاه في مجال الاستيراد والتصدير ديال السيارات ما بين اوروبا وافريقيا، وهنا المالي غيكتسب خبره كبيره على دوائر العبور والطرق والجمارك، كما صرح احد اقاربه عفوا لموقع جون افريك، مشى القريب ديالو كيشكي على هذه الجريده الفرنسيه، وهنا تفرقع من التجاره في الطوموبيلات او السيارات غيدوز مالي للذهب، غيدير شبكه ديال المعارف في منطقه الساحل والصحراء اللي كانت منطقه خطيره جدا، كانت هي مركز الجرائم بكل الانواع. لما تكتب الصحيفه الا ان المالي كان ذكي كيعرف كاع القبائل ديال المنطقه وكيتقن كاع اللهجات ديال المجتمعات الاصليه الازواد، وكيعرف حتى رسم الخرائط في منطقه الساحل والصحراء، ومن ثم غيطور الاعمال ديالو وغيولي كيستعمل تجاره الكوكايين او التهريب الدولي من امريكا اللاتينيه الى غرب افريقيا الى الكوت ديفوار والسينيغال وغينيا كوناكري وغينيا بيساو سيراليون، وكان كيستعمل طيارات صغيره وكيدوز كميات اخرى من المخدرات سواء عن طريق او عن الطرق البريه عبر مالي والنيجر او عبر الجزائر وليبيا ومصر أو عن طريق البحر للساحل المغربي ثم إلى أوروبا. الإمبراطور المالي غيولي كيكتشف عوامل أو عوالم عفوا أخرى كامل، وخاصة بوليفيا، وغيدير علاقة عاطفية مع بنت ضابط إفريقي وغيوافق باش يتزوجوا عن طريق تحالف بيناتهم. ومرة أخرى فالمالي كيطلع النيفو مزيان وكيولي رئيس أو زعيم مافيا كبيرة كتحكم أو كيتحكم هو نيس في سلاسل الإنتاج والتجهيز والتوزيع. المالي غيدخل عالم الزهو حتى هو، وكيف كتقول الأسطورة حسب صحيفة جون أفريك الفرنسية اللي فرقعت أنه سمعوا معايا مزيان يقدر يكون عنده ولد في كل بلاد او في كل مدينه من البلدان اللي داز عليها وتسالها، وكان باغي يدير علاقه حتى مع شي فنانه شهيره جدا اسمها كاترين دونوف وانجيلا جولي راه معروفه، وشي مغنيه مغربيه هذه ربما تيقولوا بانه تزوج بها كاع، وكانت عنده جزيره خاصه ديالو في غينيا وشقق فاخره جدا في البرازيل روسيا بوليفيا وفيلا فخمه في الدار البيضاء، وهذه الفيلا حسب المعلومات كتقول بان ضربها لسعيد الناصري وكان هي اللي ساكن فيها والله اعلم. في سن 36 سنه قرر تاجر المخدرات المليونير باش يثقف راسه، ودار ماجستير في اداره الاعمال الحبه موجوده من شي جامعه انجليزيه، وبدا كيدير الرياضه وتهلا في حالته مزيان. قالك سيدي حيت ولا كيعمر كيتردد على نادي السيجار في امريكا وبغى يولي بحالهم من الناس الاب الناس الكبار في امريكا. المجله الفرنسيه كتقول بان الامبراطور المار كان عنده دعم كبير حتى في المغرب وخاصة في سنة 2010، وهنا كان كيتعاون معاه النائب البرلماني ديال وجدة اللي هو حاليا رئيس جهة الشرق اللي هو عبد النبي بيوي أو بائي، وبزاف ديال القادة السياسيين من شمال المغرب زاكورة تعاونوا معاه في تهريب مخدر الشيرة كما في بقية القارة. المعلومة كتقول بأن المغاربة كانوا كيبيعوا أسهمهم لمالي المالي باش يستعملها في تبييض الأموال، وكان كيشري شقق في مارينا السعيدية ومناطق أخرى، وكيستثمر في العديد من الأعمال والمصانع وكيسلف الفلوس لصحابه والشركاء دي. وفي سنة 2015 تم اعتقال المالي اللي استهدفاته مذكرة بعث صادرة عن الانتربول من بعد ما تبعوه رجال الدرك الموريتاني في الصحراء الموريتانية على الحدود مع المغرب في طوموبيل فيها 3 طن ديال الكوكايين ومبالغ خيالية بالملايير بالعملة الصعبة بالأورو. كان معاه مغربي وعسكري سابق في البوليزاري وحطوه راه الاعتقال في نواكشوط باش يتحاكم، ولكن فلت منها مرة أخرى بفضل الشبكة اللي كانت عنده واللي فيها عسكر
وقوضات موريتانيا وعنات من بعد التدخلات القوية. محكمة نواكشوط نفسها غير مختصة بالحكم في القضية وقررت باش تطلق سراح. من بعد هادشي تعتقل مرة أخرى فاش كان في جولة في الصحراء باغي يقطع الحدود ويخرج من موريتانيا، ومن بعد 4 سنين خرج من الحبس من بعد ما فرق فلوس صحيحه ورشاوي كبيره جدا باش يكون اللي خرج لمالي مره بغى يرجع للبوست ديالو وبغى يرجع فلوسه واتصل بصحابه باش يعطيوه رزقه والديون اللي كانت عنده فيه، ولكن الشركاء ديالو المغاربه استغلوا الوضع ديالو حيت مشدود او قالوا راه مشى فيها وهرفوا ليه على اكثر من 3.3 مليون اورو، اكثر من 300 مليون. وهنا سول صحابه واش مطلوب في المغرب، بقاو يحلفوا ليه حتى جا للمغرب، ولكن تشد في المطار أو في مدرج مطار محمد الخامس بالدار البيضاء من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية وهبطوا المدينة سلفين حقه معاه. الإمبراطور المالي كان كيظن بأن السلطات المغربية ما عندها حتى شي دليل ملموس ضد، وفعلا ما كانش حتى شي دليل على تورطه في تهريب المخدرات، ولكن وحسب الرواية ديالو الناس اللي كان كيسالوه أو كيتسالهم داروا ليه فخ سنوات قبل ما يتحج كانوا مخطئين. وهنا قررت الشرطة المغربية صادرات 40 طن من القنب الهندي في الجديدة في منطقة السراح، ومن بعد تم نقل هذه الشحنة بواسطة شاحنة مرتبطة بإيفيك وهي شركة ديال المالي، ولكن كان باعها من سنوات لرئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي، ولكن هذا الأخير ما بدلش وثائق التسجيل ديالها وديال السيارات، وهذه كانت زلة كبيرة جدا. بقات هذه السيارات باسم الإمبراطور ديال المخدرات إسكوبار الصحراء المالي، وتم فين قصدوه البوليس نيشان. كنظن بأن المعلومات كانت كافية ووافية وواضحة حول قضية اعتقال سعيد النصيري وإمبراطور المخدرات في قضية إمبراطور المخدرات المالي ورئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي اللي عدفلت مؤخرا من عقوبة ديال الحبس 10 سنوات، كان مضرب 10 وعطاوها البراءة، إضافة إلى العشرات من المتورطين الآخرين واللي كلهم تم تقديمهم البارح من طرف الوكيل العام للملك ديال الدار البيضاء على السيد قاضي التحقيق والتامس أو وجه ملتمس باعتقالهم وإدائهم في السجن. والسيد قاضي التحقيق ما ترددش وقرر باش يزرب عليهم ويهبطهم اللبنيقة كاملين 25 واحد بالتمام والكامل، فيهم برلمانيين شخصيات نافذة سياسيين بارزين وحتى مسؤولين أمنيين ودركيين. تحياتي العطرة لكم جميعا إخواني أخواتي اللي عاد بدأ معنا هذا اللايف أو عاد التحق بينا يبدأ أو يرجع للبداية ديالو وغادي يلقى معلومات وتفاصيل مشوقة وفي غاية الخطورة جدا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل. قضية جديدة مع محمد البوداري على قناة كلاش تي في. قضية جديدة مع محمد